نسيت راسي، كنت غادي نبدأ هذا الفيديو بواحد النداء، كنت غادي نقول لكم هلموا إلى نصرة الأقصى، ونسيت راسي بأنني كنخاطب واحد الشعب وكنخاطب واحد الأمة رفع عنه القلم، الشعب المغربي المصدول. شعب مغايبه الحشيش وفلاك سبيسيال والشوت سولاي ومداولة وروتيني اليومي والدردق وعاود دردق وزيد دردق، وعاش الملك والعام زين. إن مثل هذا الشعب لا يستحق أن يخاطب في هذه الظروف السوداء. شعب رضى بالذل والمهانة والانحطاط والسقوط والعبودية الطوعية للحكام الفاسدين. أمثال هؤلاء الشعوب لا تقوم لهم قائمة. وبارحة كانت مراسم التطبيع وحفل التطبيع وكذا وكذا. هل رأينا لهذا الشعب شيئا؟ طبعا لا، والو. الشعب ما تيدير والو، الشعب تيتفرج، الشعب تيتفرج. ودابا كيكتبوا لك في التعليقات: اللهم هذا منكر، اللهم دمر الصهاينة، اللهم انصر الفلسطينيين، اللهم انصر غزة، اللهم انصر حيفا، اللهم انصر الزعتر. يا وليدي، مع من حنا؟ انت واحد الشعب مدلول مدلول، لا قيمة لك في الدنيا والآخرة. قال لك سيدي احنا مع سيدنا، سيدنا طبع، احنا مع سيدنا، سيدنا تعرف شنو تيدير، طبع في صالح المغرب. شوف اخوتي، شوف انا اجيكم من الاخر، اوكي. هاد القضية ديال المغرب طبع ما طبع في صالح المغرب، هذاك الشيء الكذوب والتخربيق والتناوي، ها، والخزعبيلات هادو اللي طبعوا في صالحهم، في صالح ذواتهم فقط واسرهم واموالهم وثرواتهم وعروشهم. التطبيع ماشي في الصالح ديال الشعب المغربي وماشي في الصالح ديال الأمة الإسلامية. وأكبر دليل هاتوما كتشوفوا المزازر التي حدثت بالأمس وتحدث اليوم. اليوم 11 ماي 2021، اليوم 28 رمضان 1442. طبعا انتم عندكم الأغلبية اللي كيتفرجوا فيا عندهم اليوم 29 رمضان، انا عندي اليوم 28 رمضان. ها، غدا ان شاء الله 29/4، الخميس غادي يكون 30، واغلب الظن العيد غادي يكون نهار الجمعه ان شاء الله باذن الله. بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، 100 سنه وحنا تنقولوها مبروك عواشركم، مبروك عواشركم، مبروك عواشركم. لم يتغير شيء في واقعكم الاسود. طبعا اذا باركت شي عيد غادي نباركوا للشعب الفلسطيني الابي البطل الشعب الجبار. كتعرفوا اخوتي بأن القرآن الكريم يصف الشعب الفلسطيني بالشعب الجبار. نعم، حينما ذهب نبي الله موسى عليه السلام بقومه بنو إسرائيل بحثا عن وطن لهم، عرفتوا القضية، ملي وصلوا لفلسطين قال لهم دخلوا لفلسطين، مشيوا تحاربوا بس تبني واحد الدولة ديالكم، واحد الجمهورية تاعكم. عرفتوا شنو قالوا له؟ قالوا له: اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. فهمتي؟ قالوا له: مشي تحارب انتنا والله ديالك، حنا غادي نبقاو هنايا حتى تاسس لنا الدوله، عندك غادي نمشيو تسكنوا فيها. وهادشي هذا هو اللي وقع دابا في الزريبه. فهمتي؟ انت كتناضل وكتقول بغينا حقوق الشعب المغربي، بغينا التوزيع العادل للثروات، بغينا ترجع الحقوق لاهلها، بغينا كذا، وما كيكتبوا لك في التعليقات: وانت 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 اجي المغرب وناضل تما في المغرب، اجي تبون، اجي دير لينا الدوله، وانت اجي دير لينا الحقوق، وانت يا اللي عايش في اوروبا، وانت اجي اخويا، اجي الله يجازيك، اجي اخويا دير لينا الدوله. كنت غادي نعمل ديك الاشاره ديال الاصبع، فهمتي؟ غادي نوري لك الدوله اللي غادي ندير لك انا، فهمتي؟ ولكن اللهم إني صائم، وزيد عليها ما يحدث في الأرض المباركة، فهمتي؟ فلا داعي أن أريك أصبعي. نوض أنت، نوض أنت دير الدولة تاعك. قال لك أجي تاع، وهي هذه أخوتي. المهم سيدنا موسى عليه السلام قال لهم: تحركوا تحركوا، بغيتوا الدولة، بغيتوا الأرض، أرض الميعاد، الوطن الموعود وكذا،
وشعب الله المختار وكذا كتقولوا كذا، ايوا اجيو هاد الدوله، لا دخلوا وتحاربوا، لان باش تبني واحد الدوله خصك تحارب. ها ما يمكنش تجيك واحد الدوله كادو، الا جاتك كادو ما تحسش بالقيمه ديالها، على اقل تقدير في اي مشكل تقدر تمشي لك. فهمتي كيفاش؟ دابا عادك لاحظت الحنك ديالي كيبانوا عاوتين، وجالس واحد الجلسه ما المهم انتم قابلوا الحنك كيفاش عاملين الراس كيفاش عامل. فهمتي سمعوا اش كتقول وما كيقابلوا التوافه التافيهات. نعم المثل الصيني كيقول لك انت كتقول ليه، انت تتقول ليه راه القمر فين هو، هو تيشوف لك في الصبع ديالك، وهذا هو الانسان المروكينو. هذا المقطع اخوتي غادي تسمعوا فيه شويه الصداع، لان عندي واحد اللعبه هنايا فهمتي سبيسيال كتنقي الاجواء على كورونا فهمتي. هو هذا اخوتي كتشوفوه، هو هذا هو اللي مصدع القضية، هو هذا شوف أبابا يا ودي مفاعل نووي، هذا سبيسيال، هذا أنا كنغوص على الله تسمعوني، سبيسيال بس كيحارب كورونا. وفي المغرب كيصنعوا اكبر كسكسو في العالم، الله يعطيكم العز، اما الدول اللي راكم فيه هي هذه انتما السوها، هذه يعملوها سبيسيال بس كتخفف من فرصة الإصابة بكورونا. الناس كتهتم بالشعب ديالها وكتهتم بالوطن وكتهتم بالأمة، ماشي بحالكم يا شعب العدس المتقوم، عطينا غير الزلطو وعاش الملك. قلت لكم أخوتي وهي هادي، بنو إسرائيل ملي مشاو ضربوا واحد الدويرة الفلسطين طبعا بقيادة موسى عليه السلام، رجعوا قالوا له جبرنا فيها قوما جبارين. فهمتي كيفاش؟ هانتوما شفتوا الآية الكريمة، ما بغيتش نقولها لأن ما خصنيش نقول الخطأ في تلاوة القرآن. ولا كنتوا مازال كتذكروا أبو عمار ياسر عرفات رحمه الله كان كيخاطب الشعب الفلسطيني كيقول لهم يا قوم الجبارين يا جبارين. في ذاك الوقت حنا ما كناش كنعرفوا علاش كان كيقول ديك الكلمة هذيك طبعا، ولكن بعد ملي كبرنا بدينا كنفهموا المعنى ديال القول ديالو، لان في القران مذكوره ربي وصفهم بديك الوصف هذاك فهمتي، على لسان القاده العسكريين جنرالات بنو اسرائيل في جيش موسى عليه السلام فهمتي. ملي مشاو انا قلت لكم عملوا واحد اطلاله هيدا فهمتي، طلوا قال لك واش هاد غادي نتحاربوا معاهم، وتأملوا فيها. نعم ولكن هذا ما كيعنيش بأن المسؤولية ليست علينا نحن الشعوب الإسلامية. نعم طبعا المسؤولية على عاتقنا نحن الشعوب الإسلامية، نحن على عاتقنا هذه المسؤولية، مسؤولية نعاون الشعب الفلسطيني ونقف معه ونقف مع أخوتنا في فلسطين. نعم هذه مسؤوليتنا، لا تنتظروا من حكوماتكم شيئا، لا تنتظروا من أنظمتكم شيئا، أيتها الشعوب أنظمتكم ونظمكم وحكوماتكم وقاداتكم باعوا فلسطين منذ الزمن البعيد. هذا التطبيع اللي كتشوفوه دابا هذا غير النقطة التي أفاضت الكأس. أنا وقفت شويش، نعم وقفت شويش بس نقص عندك الصداع. قلتكم اخوتي مسؤولية الشعوب، نعم مسؤولية الشعوب. نعم خصكم تعرفوا بأن اخواني اخواتي بأن القضية الفلسطينية قضية إنسانية في مداها الواسع، قضية إنسانية في مداها الواسع، قضية إنسانية في مداها الواسع، واحد الشعب كيناضل من أجل حقوقه فهمتي كيفاش؟ ثم هي قضية إسلامية في قدسيتها فهمتي؟ واحد مسألة مقدسة عند المسلمين فهمتي كيفاش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، معروفة القضية. ثم هي قضية عربية باعتبار أن فلسطين جزء من
الخريطة العربية. خصكم تعرفوا إخواني أخواتي كذلك بأن هذه الأنظمة اللي حكمنا من طنجة إلى جاكرتا باستثناء نظامين ثلاثة أربعة أغلبية الدول الإسلامية وخصوصا العربية والأعرابية هادو متأمرين على القضية الفلسطينية، وهادو مستعدين يصيفطوا الجيوش ديالهم باش تقاتل صفا إلى الصف وجنبا إلى جنب مع جيوش نتنياهو ضد الصحوة وضد الانتفاضة الفلسطينية. خصكم تعرفوا هاد الشيء، هذا خصكم تعرفوا، كونوا هاني. دابا شفناهم دابا هاد الإعلام المخزني خارج كيقول لك المغرب يندد بالمجازر. لا هو الزعتر ماشي يندد بالمجازر. وكذلك الإعلام ديال بن زياد والإعلام أبو منشار والإعلام ديال خليفة كاملين قال لك نندد يندد. يا ينددون، إنهم يدوخونك أيتها الشعوب البلهاء. في حقيقة أمرهم وفي حقيقة أمرها هذه النظم كلها حليفة لنتنياهو والكنيسيت وتل أبيب. كنوا هانيين من هذه الحقيقة. والشعب الفلسطيني لا يراهن ولم يراهن في يوم من الأيام على النظم العربية، دائما كراهن على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. نعم، شعوب المسلمين كافة، ما فيهاش عربي ولا ماشي عربي، ولا شعوب المسلمين، حتى الشعوب العربية اللي ماشي مسلمة حتى هي دخلها في القضية، حتى هي كتناضل من أجل القدس. نعم، كنشوفوا الحركات الفلسطينية المسيحية حتى هي في الصف مع إخوانهم المسلمين كيناضلوا، مسائل معروفة. وبالمناسبة وسمعتوا صوت الدواعش في هذه الحالة، هذه تواحد ما تكلم من الحركات الدواعشية، تواحد ما تكلم من الحركات الإرهابية الدواعشية. هاد المجازر الأخيرة التي تحدث في القدس وفي غزة باقي ما سمعناش شي حركة دعشوشية. أنا ملي كنقول الدواعش ما كنقصدش بهم داعش لوحدها، نو داعش وأخواتها. هاد الحركات الإرهابية الداعشية التي صنعتها المخابرات الغربية والنظم الرجعية والأعرابية اللي كيدبحوا في المسلمين، والهواية ديالهم المفضلة هي ينفجروا في الأسواق ديال المسلمين والمدارس ديال المسلمين ويدبحوا المسلمين من الواريد إلى الواريد وهزين الرايات. الله أكبر. وسمعتوا شي حركة نضت أدانت ما يحدث في القدس؟ أبدا، لأن أصلا داعش والنصرة والقاعدة وجيش الكر ومن لف لفهم وكذا هادو كاملين صنعتهم إسرائيل بس يحميوها، ولكن يحميوها واحد طريقة ذكية، يزرعوا الفتنة بين المسلمين ويدبحوا المسلمين باش يخليهم مسلمين دائما ضد بعضياتهم. نعم، الدهاء الدهاء والذكاء يا أخي. أي أخي ديالي، هادشي اللي كاين، الداعش والنصرة والقاعدة وجيش الكر وحركة تحرير الشام وأنصار الشام وكذا، هادشي كامل تأسس من أجل قضاء على الأمة، ولكن وللأسف الشديد أغلبكم لا يفهم هذه الأشياء. الغالبية العظمى الشعوب كتعتقد بأن هاد الأسماء اللي ذكرت بأنهم حركات جهادية خلافاتية لا إسلام. خسرتم. من اعتقد أو يعتقد بأن القاعدة والنصرة وداعش والجيش الكر ومن لف لفهم يمثلون الإسلام فهو أبله، والدليل هو هادشي اللي كيوقع فوق أرض الواقع الآن. هاتوما كتشوفوا شنو كيوقع، هاد الحركات كاملة ساكتة على هادشي اللي كيوقع، بالعكس كتذبح في قتل المسلمين. يا أخي هادشي اللي كاين، المسلمين ناعسين وهادشي اللي كاين، وقع بهم هادشي، هذا المقدسات ديالهم تهان لأنهم ناعسين، تابعين لي الخوى الخاوي، تابعين لي الدردق وزيد الدردق وعاود الدردق، ونينا ومون بيبي والمواقع الإباحية وسهرات يوم السبت. شو لا دروينا اللي عملوا لهم نهار السبت؟ أنا ماشي والله ما ساخوتي في الدوزيم ليلة القدر المغربية ليلة 26 الشطح والرديع والتبرج والتفرج. الشعب المغربي التمسخ مسكين، التمسخ وهو لا يدري وهو لا يحس بذلك. يمكن تكون قضية أنه يدري وعاجبه الحال، فهمتي كيفاش؟ عاجبه الحال، هيدا باخر مع راسي. أنا واحد الشعب معدل مكيف محشش فاسد مفسود بالعيالات ديالو بالرجال ديالو، كل شيء فاسد، كل شيء باغي الفساد، كل شيء كيحمق على الفساد،
وصافي صافي ما تبقاوش تقولوا لي ماشي كلشي وما تجمعش وما انا كنهضر على السواد الاعظم، ما كنهضرش على الصالحين والصالحات رغم قلتهم في الزريبه. الشعب المغربي اخوتي شعب فاسد بكل المعايير، هذه مسائل معروف. ما عرفتش علاش كتجيكم النفس وكتبقاو تغوتوا، واش ما كتشوفوش شنو واقع في بلادكم؟ كلشي دعاره، كلشي فساد، كلشي بيران، كلشي ديسكيتو. شنو هو معيار الفساد في نظركم اذا لم يكن هذه الاشياء التي ذكرت؟ كتمشي للبار كتجبروا عامر، كتمشي للبيسري كتجبروا مطرطق، كتمشي لهذاك اللي كيبيع الحشيش كتجبر عليه الفيله، كتمشي للبيسري بحال اللي قلت كتجبروا مع منين الفيله، وخارجين ببلاستيكات المي كتكحل. الجوع والفقر والعدس متقوب والشراب، حيث المخزن فساد زرع فيكم الفساد وحب الفساد، أنتم تحبون الفساد حبا لما جمع، لذلك الجامي غادي تطفره. إن الله لا يحب الفاسدين وإن الله لا يحب المفسدين، وهذه مسائل معروفة، ولكن المخزن يحب الفساد ويحب المفسدين والفسيدات، لذلك فسدكم. الإنسان المغربي مطامحه في الحياة أصبحت جد 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 دنيوية وجد محدودة وجد بنادم خصو غير طونوبير، خصو غير 100 درهم في الجيب، خصو غير جوينتا، خصو غير العيلة، خصو غير الأشياء التافهة. ما بقيناش كنحلموا بالأشياء الكبرى، وزرع فينا الأنانية. نعم كل واحد كيضرب على راسه في المغرب، قلما تجبر مغربي كيفكر في الشعب المغربي قاطبة. كل شيء راسي راسي راسي، وكأن القيامة قد قامت، وكأنه يوم الحشر، يوم يفر المرء من أبيه وأمه. أنتم اليوم في هذه الحياة تفرون من بعضكم يا شعب العدس المتقوب، والشعوب طبعا من هذه الطينة ومن هذه النوعية لا يعول عليها، لا يعول عليها أن تساهم في صناعة التاريخ والمستقبل. ثم شعوب مفعول بكم، صافي تنى اليمة كمقدم والقايد وعاش الملك. والجوع والفقر والزرواطة والديكتاتورية والحرمان والدعارة، وعشيدة مدلول حتى تلقى ربك دليلا. دابا غادي تشوفوا المسؤولين ديال ما يسمى الحركة الإسلامية في المغرب وديك الشيء التخربيق، غادي يبقاو يخرجوا دابا ويقول لكم ندينو 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 الغارات الإسرائيلية، وندينو سقوط إلى حدود الساعة 30 شهيد وشهيدة، ندينو 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 دا 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 ندينو الإدالة ندينو، وما كاين لا ندينو ولا حاجة هما معاهم في الخطة. بالحق الشعب في دار غفلو، أخاي الشعب في دار غفلو، الشعب ما باغيش يفطر، الشعب عاش بالتحشيشة اللي محشش جات معاه مسلكة، الشعب باغي غير يدردق ويتحسس ويتلقى بصاحبته ويشرب معاه شي كاس ديال العصير، هي الضمون ديال العصير هو يضمون ديك كاس اتاي، دوكو حنزو بعضيتكم حنزو بعضيتكم ويعاودوا للتشالي هيدا فهمتيني، في خلوة وفي كذا صافي، هذاك هو الزواج ديالكم. المخزن حرمكم حتى من تأدية وظيفتكم الطبيعية، وحتى من حقكم الطبيعي والفطري الذي منحه الله لكم، الزواج وبيت الزوجية وبيت الدار ودار دار الزوجية والزوجة، داك الشيء كاع حرمكم منه المخزن، خلاكم عايشين غير في الدعارة وفي الفساد وما حسيتش براسكم يا وجه القرودة. الدعارة، الدعارة راه تساهم في ميزانية الدولة، ويكون عندنا الجرأة لكي نقولها كذلك. والمخزن كيتمنظر كيجمع الفلوس ومدل باباكم في هذه الحياة الدنيا قبل أن تحشروا، غادي يزداد دلكم فوق دل، المهم واحد المصير أسود ينتظرك ويا أمة، شمن أمة ثم مصيبة الكحلة ثم الله العظيم، واش هادو غادي تسناهم غادي يعملوا شي حاجة للأقصى ولا غادي يعملوا شي حاجة للشعب الفلسطيني؟ هادو صافي مشاو للزبلة، هم لا يشعرون يا أخي. مشيتو للزبل، اضطرار تنبدل الزمان والمكان والزمكان والسيارة كلشي. نعم صدع لي الراس ديالي ديك الموتور تما ديك الززات وما عارف فين قادي. المهم ما علينا خوتي، الله سبحانه وتعالى ملي هضر على
المستقبل، وقال بأن العلو الكبير سيحدث لبني إسرائيل، قال غادي نسرد لكم عبادا لنا، فهمتي؟ واش نتوما كتعتقدوا بأن الشعب المغربي ها كيدخل في هذا في هذا في هذا النعس الإلهي عبادا لنا؟ ها الشعب اللي مقابل لي روتيني اليومي وحد يدان، الشعب اللي مقابل لي مداولة والجوينتات والحشيش والقرقوبي والسكرة والهراج والصدع والحرق دراسو، ولا سقين غير في بعطيتهم بحال قطوط، هذا كيقطع في هذا، هذا كيشحط في هذا، ها صافي هذا جهدهم، جهدهم هما يكريزيو بعطيتهم صافي، هذه هي الرجلة عندهم. أما باش يتقادعوا مع هذوك اللي حاكمين لهم لا والو، كيرجعوا شتاتهم بحال قلاين، اش من قلاين كيرجعوا بحال الفيران، كتبقى تسمع شاف سيدي شاف سيدنا شاف، اش عندكم؟ انتوما حماق ولا مسطيين؟ ها هذوك اللي كطيحوا لهم واش الاسبوع هذوك ديناصورات ولا كيفاش؟ أولا عندكم القلبين على بعطيتكم؟ أنا نقطع لا تنقريز ولا تنضرب الدعاء ولا تندخل عليك الحبل. ها الخوا داك الشيء كامل غير الخوا الخاوي، ها الخوا في الخوا في الخوا في يماه في باباه ضد الخوا، المهم ما علينا. إذا من هذا المنطلق الشعب المغربي صافي تفرجتي، ما عندك ما تبقى تنافق راسك دابا وتخرج وتبقى تقول أن نددوا ما نددوا كذا ونقف مع الشعب الفلسطيني، لا والو والو. الشعوب التي ستقف مع الشعب الفلسطيني أولا هو الشعب الفلسطيني نفسه، نعم الشعب الفلسطيني نفسه هو من سيدافع عن نفسه وهو من سيحقق النصر، نعم بدليل ما جاء في القرآن الكريم، نعم بعثنا لكم عبادا لنا، هادوك متما هادوك عبادا لنا. وفي الحديث اللي كيأكد هذه القضية الحديث النبوي في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، يعني فلسطين وما جوارهما وما جوارها، فهمتي كيفاش؟ حزب الله، الحشد الشعبي، أنصار الله في اليمن، شنو نسحب لكم؟ جيش الخراساني، صالح بن شعيب قائد الجيش، وزيد وزيد حتى سيدي بوزيد. المهم المسلسل شاء الله بدا دابا وحنا كنتفرجوا. دابا الاحصائيات الاخيره اللي سمعتها دابا 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 قبل ما نبدا نسجل هذه اللقطه هذه، 27 شهيد فيهم 9 الاطفال وجوج النساء وقتيلان اسرائيليان في عسقلان، نعم الى حدود الساعه. المهم اش غادي نقول لكم اخوتي اخواتاتي، واحد نتوما واحد الشعب ميؤوس منه، فهمتي كيفاش؟ الشعب المغربي شعب ميؤوس منه، شعب رفع عنه القلم، شعب لا محل له من الاعراب، هذه حقيقتكم، ربما كتجي قاصحه ولكن هذه هي الحقيقه ديالكم. النظام هو كيطبع وكيجيب المستثمرين يستثمروا اسرائيليين وكيجيب الاسرائيليين يدلوكم بالقفه لقفه عرمدان، المهم وبلادكم مشات للهاويه وانتم شعب كيتفرج، شعب كيتفرج. المشكلة الشعب المغربي انا دائما كنقولها، شعب يهوى المشاهده، صافي صافي ما كيعملش شي حاجه اخرى. شوف مثلا غير المواقع ديال في اليوتيوب وديكشي في الفيسبوك، المشاهدات كتكثر غير في داكشي ديال الفضايح. الفضايح، رجل وجد زوجته مع صديقه، باب هادي بالملايين كتشاف في المغرب، نعم. فقيه اغتصب طفلا في المسجد، هادي عاوتاني بالملاير كتشاف. المهم غير الحاجات بحال هكذا، امرأة تسلخ خدامتها وتبعث رجل يسرق وكذا الحاجات. اما الاشياء المصيريه والو ما كتنتبهوا لها شي مره. سحروكم المخزن، سحركم المخزن، كيعرفكم مزيان، خدمكم مزيان، عجنكم مزيان، خلاكم واحد الشعب تابع غير التفاهات. وهذا الشيء هذا غادي تاديوا عليه الثمن، خصكم تعرفوا هذا الشيء هذا. عاد كيجيب لكم الله بانكم صافي هيدا تابعين غير التفاهات وغادي تجوزوا غادي تجوزوها بسلام. شنو كيتسناكم؟ كنهضر لكم هنايا انا على هنا على هذه الدنيا على هذه الدار، خلينا من دار البقاء، هذيك حاجه اخرى شنو كيتسناكم تما. انا كنهضر لكم هنا غادي توقع لكم المصائب الكبرى، هي مصائب وقع لكم دابا وانتم ما حاسينش براسكم. واش كاين كثر من هاد المصائب هيدا؟ واش كاين كثر من هاد المصائب هادي؟ الشعب كامل كيسعى في الطرقات، كاين شي مصيبة كثر من هيدا؟ بناتكم كاملين مسيبين في الزناقة كيضربوا الشيشة، كيشيشوا، وما يتبع التشيشة، يعني هاد المصائب الكحلة انتم فيها وما حاسينش براسكم. المهم
قلت لكم فين كنت كنهضر باش توصلت لهاد المصائب ديال الشعب المغربي؟ كنت كنهضر عبادا لنا، نعم عبادا لنا هما ديك الشعوب الحية، الشعب الفلسطيني، الشعب اللبناني، الشعب العراقي، الشعب اليمني، الشعب السوري، الشعب الإيراني، نعم الشعب الجزائري، هادو هما الشعوب الحية، هادو هما عباد لنا. أما الشعب المغربي أو الشعب السعودي أو الإماراتي أو القطري، هادو لا كاين شي شطيح شي رديح شي تحشيشة شي تنافح شي عيلات شي زطلة شي طبيصلة شي ضحك شي نشاط، هادشي اللي كنقولو حقيقة، ما كنقولش أنا شي حاجة مستورة ولا شي حاجة ما معروفة شي ولا. دابا نشوفو هاد العلاقات المغربية الخليجية، العلاقات المغربية الخليجية، شنو هي؟ شنو قولوا لي بالله عليكم شنو هي هاد العلاقات؟ شنو اللي كيربط المغرب بدول الخليج؟ شنو هو؟ اللي كيربط المغرب بدول الخليج واللي كيربط دول الخليج بالمغرب هو الفتيات، هادشي اللي كاين، النشاط، كيجيو ينشطوا في المغرب، والمغرب كيسرد لهم باش ينشطوا تما، سواء أرادوا الفتيات أو أرادوا الغلمان، هادشي اللي كاين. ولكن شي تحشيشه باش يتحشوا وينشطوا، صافي هذا هو الحلف العروبي، هذا هو الحلف الاعرابي، هادو هما اللي هادشي اللي كاين دابا. اما المحور الاخر اللي غادي يقود المعركه، محور المقاومه، فيه الشعب العراقي والشعب اليمني والشعب الايراني والشعب اللبناني والشعب الجزائري والشعب المصري نوعا ما، هادو شعوب حيه، هادو شعوب حيه، فهمتي كيفاش؟ وانتم شعوب ميته، هادشي اللي كاين. الامارات مثلا، الامارات دبي هي لاس فيغاس في الشرق الاوسط، ومغير لاس فيغاس هي عاصمه الدعاره في الشرق الاوسط. دبي وابو ظبي هادو عواصم الدعاره في الشرق الاوسط. شكون اللي خدام في الدعاره تما؟ كل اللي خدام تما 70% من نسبه العماله اللي خدامين في الدعاره من المغرب، نعم هذه معلومات موجوده في النت، هذه بلا ما تبقى ماشي سريه ولا خصك تتصل بالانتربول باش يقولوها لك، نو نو نو، هذه معروفه. هاد 70% ديال المغربيات اللي كيمارسوا الدعاره تما، شكون اللي كيسردوا من تما؟ المخزن الفاسد كيسرد نساء المغرب وبنات المغرب باش يمارسوا الدعاره في الخليج، نعم ثم صافي تدليتوا دابا، شربتم من كأس الدل، سقاكم المخزن كأس الدل، وتحول الدل إلى عسل في عقولكم وألسنتكم. هذا هو الواقع الشعب المغربي، واش الشعب هذا يرجى منه خيرا؟ طبعا لا، وكتجبرهم كيدافعوا على هاد النظريه ديال الفساد ونظريه المخزن، كيقول لك لا راه المغرب تيضرب على راسه، المغرب تيضرب على المصالح تاعو. شنو المصالح؟ نسبة البطالة وصلت ل 80%، نسبة الدعارة حدث ولا حرج، الفساد، المحسوبية، الحقرة، البنية التحتية ما كايناش، التعليم مشى، الصحة مشات، الديكتاتورية، لا حقوق لا كرامة لا قانون لا دستور لا عدالة. شمن في الصالح ديال المغرب؟ كتقصدوا في الصالح ديال سيدنا، وي في الصالح ديالو هادشي اللي كيوقع، نعم، كيزيد يثبت العرش ديالو، وكيزيد يسخف في الشعب ديالو، نعم، والله العظيم إلا تلفت شنو كنت باغي نقول أخوتي، تلفت شنو كنت باغي نقول. المهم أنا ما كنت ناوي أصلا نعمل هاد الفيديو، ولكن دابا شفت القضية ديال فلسطين وغزة والقدس، وشفت القضية ديال العيد قرب، ولكن بأي عيد عدت يا عيد، أيامنا لم تعد فيها الأعياد، الله يستر وصافي، المسلمين الأيام ديالنا سوداء كحلاء مظلمة صاحبي، والله، والسبب هما هاد الحكام الظالمين اللي حاكمين هاد الأمة هادي. واش عباد الله الأمة التي يحكمها الغلمان، هاد محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ومحمد بن حسان ديالنا، هذا زمن الغلمان يحكمون هذه الأمة، واش هاد الأمة غادي يكون فيها شي ربح أخوتي؟ طبعا لا، طبعا لا،
لابد أن يتغير كل هذه الأشياء تتغير، لابد أن يصل إلى مكان صناعة القرار وقيادة الأمة، من هم أهل لذلك، من هم أهل لذلك. فهمتوا كيفاش؟ راه القيادة راه ماشي تشريف، هذاك تكليف، ولكن حكام العرب يظنون أن عروشهم هو تشريف لهم من أجل أن يجمعوا الثروات ويمارسوا الشطط في استعمال السلطة ويحسوا براسهم بأنهم آلهة تمشي فوق الأرض. هادشي اللي كاين، ما كيفكروش في قضايا الأمة ولا قضايا الشعوب، ما مسوقين شي لديكشي هذا، وكيصنعوا شعوب على طرازهم، الشعوب اللي كتفكر بحالهم، فهمتي؟ بحال الشعب العياشة اللي عندنا في المغرب. المغرب زوين، المغرب المغرب زوين اخويا، تتعب راه غادي يجيبوا 20 مليون سائح في 2022، غادي يجيبوا 20 مليون سائح وتكون فيهم كاع الصيدة، غادي يديروا لنا الصيدة في المغرب ونوليو كاملين تاع الصيدة والعيش وزوينين والسياحة الجنسية وجمع الفناء، وغادي نضرة حكيمة تاع سيدنا والدولة والحكومة. فوقاش غادي نوصلوا لديك المرحله اللي يكون الشعب المغربي بحال الشعب الايراني وبحال الشعب اللبناني والشعب العراقي والشعب المصري والفلسطيني، الشعوب اللي كتامن بالامه وكتامن وهز الهم لهاد الامه وبغي الامه تتحرر من متاريس الاستعباد والاستكبار والاستعمار والاستحمار. فوقاش غادي نرجعوا حنا من هاد الطينه هادي؟ فوقاش امتى؟ شنو هاد السحر اللي عملونا في الرز ديالنا مدوخيننا به؟ الشعب كي عقلو فوق خنافرو، الشعب المغربي عقلو فوق خنافرو، كيفكر غير ما يسرط وما ينكح، نقولها لكم، كيفكر ما يسرط وما ينكح، صافي، وما يسرق وما يهرف وما وعادي. قال لك سيدي المغرب عندهم مشاكل مع ألمانيا، أتتكمش المخزن تكمش. مسردين لك بوريتا تا هو برويتا كيهضر ويغوت، السفيرة المغربية كذا، واش هاد الشعب واش هاد الدولة حمقاء؟ أنا باغي نعرف دابا شكون اللي كيزرف في هاد المخزن هذا؟ شكون اللي كيزرف في هاد المخزن؟ هو كيدور في إسبانيا، كيدور في ألمانيا، كيدور في الجزائر، كيدور في هذا في هذا في موريتانيا في بوليزار. ياك ما زرفاتك ديك التغريدة ديال ترامب قال لكم الصحراء المغرب لا، تشجعتوا زعما كنشوفكم زعمتوا بديتوا كتزعموا دابا العادي. قال لك اسيدي المغرب طالع له الدم، علاش طالع له الدم؟ لان المانيا كتبغي تقصيه باش يلعب شي دور في ليبيا. انا باغي غير نعرف كيفاش بغيتوا المغرب يلعب الدور في حل الازمه الليبيه؟ الدول اخوتي اللي كتلعب الادوار في حل حاله الازمات والخلافات بين الدول تكون ديك الدول عليها الشان وعندها القيمه، كتكون دول هي في داخلها مترفعة عن الخلافات والنزاعات الداخلية وعندها الحقوق، الشعب ديالها عنده الحقوق وعنده كذا، عادي غادي يمشي نحل لنا المشاكل د عباد الله. قال لك الدور المغربي في حل الأزمة الليبية. والله العظيم هادشي كيضحك هاد الأيامات عود. المغرب حالته حالة وحريرته حريرة، يحل بعدا غير حريرته، عاد كيمشي يشوف حريرات الناس، قال لك لا حنا في ألمانيا، ألمانيا كتحقرنا، ألمانيا كتقول ما حتاش نستدعيو المغرب، ألمانيا تتبغينا ما نلعبوش، ألمانيا هادي أسي هادي جيرمانيا برادر هادي، وأنت باغي تحط راسك مع ألمانيا وأنت مسطي. وقريت شي مقالات في ديك المواقع المخزنيه وديك المواقع ديال الحسكابا، ديك بنادم اللي فهمت كتجبروا استاذ جامعي، قال لك استاذ مدرسه العلوم السياسيه في جامعه الحسن الثاني الدار البيضاء. شي جد مقالات والله العظيم، او لا اخر قال لك محلل سياسي وقيدوم الثقافه السياسيه العسكريه في جامعه بن كدا طوفيل في مراكش. شنو قال لك اسيدي؟ لا المغرب عنده الحق يدافع على راسه لانه دوله قويه ودوله اقليميه، عنده الحق يدافع على المصالح ديالو في ليبيا، عنده الحق يتعارك مع المانيا والمانيا سوف ترضخ. كتحلموا بزاف، كتحلموا بزاف يا العياشه والعبيد ويا المخزن الجبان العميل، كتحلم بزاف وجات معك عاوتاني
حتى العياشه فرحانين براسهم دابا كيسمعوا داك الشيء وكيقراوه في اخبار ونوفي اسبريس وكيقولوا الله العظيم هذا الصالخه بابا المغرب صاحبي تقدام صاحبي المغرب تتقادع اخويا مع الجرماني مع المانيا اخويا الله اخويا المغرب اما بقى والو غادي يصلع لنا شي فولكسواغن ولا شي مرسيدس الله يصلع لنا شي مسكن تكمش حفروا الحفر وارتموا فيها وادفنوا نفسكم وبعضكم بعضا. بالحق الجزائر كانت للمخزن بالمرصاد. والله اقفوا اجلالا واحتراما لهذا القرار هذا اللي اتخذوا السيد رئيس الجمهوريه جمهوريه الجزائر. نعم قال لهم سدوا ديك الاتفاقيات اللي مع الاعداء سدوا الاتفاقيات سدوا معاهم الاتفاقيات الغاء الاتفاقيات الاقتصاديه والتجاريه صافي جابكم رميم جابكم دوده. عندهم الصح الناس عياو صابرين كيقولوا هذا المخزن غادي يدير عقله ورا غادي يدير عقله ورا غادي يدير عقله هو زايد يغرق في التبعيه للاستكبار العالمي والصهيونيه والماسونيه ويجيب ليهم حتى الجنود تاع نتنياهو جابهم ليهم حتى الحدود تاعهم وتلعب الدور ديال المخزن تلعب الدور ديال المظلوم انا مظلوم بصح انا الزاير كتظلمني فهمت اخلاق العاهرات المخزن عنده اخلاق العاهرات بصح الله العظيم دابا رغب وزاوق لعل وعسى وراه بداو كيكسبوا العياشه عاوتاني قال لك الجزائر تشن حربا على الشعب المغربي اقتصاديا لا 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 سي لا لا بلا ما تنشروا الاغاليط نو 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 الجزائر ما عندها غير الخير والاحسان مع الشعب المغربي نعم الجزائر انتوما المخزن النظام المغربي الفاسد العامل هو اللي كيبرزطها عليها هي عيات ما كتصبر وفي الاخر قالت لك للصبر حدود وهذه غير خطوه هذه مازال غادي يجيو خطوات اخرى نعم وغادي نفتح واحد واحد الباب وغادي نسدو بعجاله هادو اللي كيقولوا تعنت الجزائر في فتح الحدود مع المغرب الجزائر تتعنت المغرب يطالب بفتح الحدود البريه الجزائر تتعنت اش يا خوتي شكون اللي سد الحدود سنه 1994 شكون اللي سد الحدود المغرب ودابا كيطالب بالحدود فتح الحدود يعني يسدون فوقاش ما بغى يحلون فوقاش ما بغى بشيخ يا وليدي شوف اخوتي شوف هي القضيه واضحه الجزائر ها تقترب رويدا رويدا الى صف ومحور المقاومه فهمتي كيفاش بطريقه فعليه بطريقه عمليه فهمتي كيفاش والمغرب الماسونيه والصهيونيه كتهيئوا باش يواجه هذا القطر هذا فهمتي كيفاش بالتصهيون ديالو وبسقوطه في قعر الاستكبار والدلي اتيليكي طبعا الجزائر معروفه بالمواقف ديالها عبر التاريخ خصوصا بعد الاستقلال معروفه المواقف ديال القوميه والمواقف ديال الاسلاميه والمواقف ديال الثوريه محور لان العرب خصكم تعرفوا اخوتي العرب والمسلمين فيهم الانظمه اللي مع الشعوب ديالها وكتدافع على مصلحه الشعوب وفيها الانظمه اللي باغيه غير الكرسي بحال النظام المغربي النظام في المغرب وفي السعوديه وفي الامارات وفي قطر وفي البحرين وفي الاردن دابا هاد الانظمه هادو ما كتهمهمش الشعوب ديالهم كيهمهم كرسي فهمتي كيفاش هادي مسائل واضحه ماشي اللعب لذلك فهم مستعدون ان يتحالفوا حتى مع الشيطان من اجل ان يبقوا على كراسيهم وهذا الشيء راه قال بوريطه برويطه قال حنا مستعدين نمشيو نتحالفوا مع الشيطان وسمعتي واحد اخر عاوتاني كيقولها واحد هادو اللي كيتسموا محللين المخزن قال لا حنا مستعدون ان نتحالف مع الشيطان من اجل ان نقف في وجه الجزائر وفي وجه محور المقاومه في شمال افريقيا نعم دابا الامه كتعيش واحد الصحوه الامه الاسلاميه كتعيش واحد الصحوه وهاد الصحوه مشهوده فهمتي كيفاش وعمليه وعلى ارض الواقع الملامح ديالها اصبحت بارزه فهمتي كيفاش وهما خصهم يخدموا بيدق ديالهم الاستكبار العالمي والماسونيه والصهيونيه خصهم يخدموا بيدق ديالهم اللي متمثله في الانظمه الرجعيه كالمغرب والاردن
والإمارات وقطر والسعودية سمي خدموا هذه الأنظمة من أجل الوقوف في وجه صحوة المسلمين. أنا جيتكم من الآخر وبحالي شفتوا وزير خارجية الجزائر يهاتف أخاه وزير خارجية إيران، هادشي هذا يقد مضاجع المخزنة أخوتي، ويقد مضاجع الدولة العميقة في المغرب، الدولة العميلة للمسؤولية والصهيونية، فهمتوا كيفاه؟ هادشي اللي كاين. وحنا كنفرحوا طبعا، حنا كنفرحوا ملي كنشوفوا الدول الإسلامية كتحب فيما بعضها وكتحالف وكتقوى ببعضها بعض. نعم، تعاونوا على البر والتقوى، وليس كما يفعل المخزن والإمارات والسعودية يتعاونون على الإثم والعدوان ضد أمتهم. وبالنسبة لديك الأخ من الجزائر اللي سقساني، اسمه وقيل عمر، عمر الجزائر، اللي سقساني قال لي خويا عبد الحفيظ علاش ملي كتذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علاش ما كتقولش صلى الله عليه وسلم، كتقول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أنا سبق لي جاوبت في هذا الموضوع هذا وما كاين حتى مشكل، نجاوبك حتى اليوم. نعم، وأي واحد غادي يسأل المسائل بحال هيدا كتجي في الأولويات ديالنا أننا نجاوبوا على المسائل بحال هيدا. نعم، على قدر طبعا بقدر المعرفة اللي عندنا. أوكي يا أخي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن أن نصلي عليه بذلك بتلك الطريقة. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله قالنا لا تصلوا علي الصلاة البتراء، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهمت كيفاش؟ الرسول قالنا ما تقولوش صلى الله عليه وسلم، كاين بنادم دابا من الجهل ديالو كيجعلو يقول هاد الكلمة. هاد هو إنسان جاهل بهذا الموضوع هذا، ماشي جاهل، ما كنقصدش إنسان جاهل، نو، يعني جاهل فيما يخص هذا الموضوع هذا، وبالتالي يعني هو بريء كيقول صلى الله عليه وسلم، كيكون بريء ما عرفش شنو كاين. أما كاين بنادم اللي كيتقصد أنه يقصي آله، هذاك هو اللي عليه ذنب كبير. فهمت كيفاش؟ لأنه عارف لماذا الأولون أقصوا لفظ آله من الصلاة على محمد، هو عارف مزيان الدلالات والأبعاد السياسية. نعم، لذلك فهو يتقصد وكيقول صلى الله عليه وسلم، وعارف بأنه خصو يقول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر إنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. ربي قال لهم ها كيف تصليوا على الرسول صلى الله عليه وآله، هما كيخترعوا الراسهم. أنا كنقول لكم الدين خصو واحد الحركة إبستومولوجية، خصو الغرب، هلا خصكم تغربوا له هذا الشيء اللي وجدتم عليه أباكم الأولون. مزيانة، وبنادم كيتقصد صاحبي، كيتقصد كيقول لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيعمل العينه عارف راسه كيعملها بالعاني، زعما بغي يقصي أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت لا يقصون صاحبي، لا يقصون، ربي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى زكاهم، ها الله سبحانه وتعالى زكاهم. ها هما الآيات اللي كتزكي أهل البيت عليهم السلام. أما الأحاديث فحدث ولا حرج. صافي بارك عليا، هضرت حتى عييت. إيه والله شبعت من الهضره اليوم. إيه والله دك مسخسخ، وزاد سخسخني ديك الموتور اللي شفتو في ديك الطنوبير باب عمل لي في الراس ديالي، الله يستر ويستر. ما علينا، عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن كان العيد كما قلت بأي شيء عدت يعيد. باقي المسلمين مفرقين، وباقي المسلمين ما بغاوش يفطنوا، وباقي المسلمين هزين في قلوبهم الغلة والحقد لبعضهم بعضا. الله يصفي القلوب، والله يهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.